الزميلان والزملاء الصديقات والأصدقاء، أيها الحضور الكريم، أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أرحب بكم في ضيعتي عم طور الشوف، ضيعة العلم والثقافة، ضيعة التنوع والمحبة، وأن أرحب بكم في هذا الجبل، جبل الإلفة والتسامح، جبل العيش الواحد، جبل الشهيد كمال جنبلاط. واسمحوا لي أيضا بأن نرحب سويا بضيفنا الكبير والصديق الأصيل الأستاذ ناظر كاسبار، المرشح عن حق وجدارة لمركز نقيب المحامين في بيروت دورة 20/2/2019. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا وشرفتونا. لماذا الأستاذ ناظر كاسبار؟ لأنني أحبه وأحب فيه تواضعه وعلمه ووفائه، وأيضا لأنني أعتبره الأقوى نقابيا والأقدر عمليا على معالجة هواجسنا نحن معشر المحامين اليومية. فلن أشك يوما بأن مرشحنا العزيز سيفرط بدور المحامي ونقابة المحامين الوطني والعربي، وفي طليعة ذلك القضية الفلسطينية، ولن يفرط بسمعة المحامي وكرامته ورسالته سواء في علاقته مع القضاء الذي نجل ونحترم أو في علاقته بالدوائر الرسمية. صدقوني يا زملائي، وعن خبرة أقولها، لو عرف القضاة والموظفون والناس عموما أهمية المحامي وقدروا دوره لوفروا عليهم الكثير من الجهد والعناء في تأدية عملهم. ولقد قالها مرشحنا الكريم بكل اعتزاز وثقة، إذا انتخبت نقيبا ستصبح بطاقة المحامي جواز مرور إلى كل احترام. ولن أشك أيضا بأن النقيب العتيد سيفرط بملف التأمين الشغل الشاغل وعن حق لجمهور المحامين، إذ لا يمكن أن نقبل بأن يعاني المحامي على أبواب المستشفيات، ولا يمكن أن نرضى التجارة على حساب صحة المحامي. وهنا نشد على يد الأستاذ ناظر كاسبار باقتراحه إنشاء لجنة تحقيق بموضوع العجز في ملف الاستشفاء. كما لم يفرط الزميل العزيز بملف الوكالة السنوية للشركات وبحفظ أتعاب المحامي فيها والتوزيع العادل بشأنها منعا لأي احتكار أو احتقار، نعم احتقار، في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي، نسأل ونتساءل إلى أين نحن ذاهبون. أيها الزملاء الأعزاء، لقد بلغ السيل الزبا وطفح الكيل، ولم يبق في قوس الصبر منزع، شح القوت وخربت البيوت وبلغت القلوب الخناجر. هذه حقيقة الوضع الذي نعيشه يوميا. أيها الزملاء الأعزاء، حان بالفعل وقت الثورة، الثورة على منع كل من يقف في طريق سيادة دولة القانون والمؤسسات. يجب أن نحصن استقلال السلطة القضائية
والحقول دون تدخل السياسيين فيها، ثورة من أجل تسريع المحاكمات وعدم البطء في إصدار الأحكام، ثورة في تعزيز حصانة المحامي وحماية حقه المقدس في الدفاع وإبداء الرأي، خلافاً لما تعرض له بعض الزملاء مؤخراً والذين نتضامن معهم. فما ثوب المحمات أيها الزملاء الأعزاء إلا كالسيف يعاب إن لم تظهر عليه علامات المعارك، فلا بد من دعم النقيب ونقابة المحامين المستمر للزميل أثناء تأدية رسالته. أيها الزملاء، نريد تحسين وضع الزملاء المتدرجين، نريد إنصافهم مادياً ومعنوياً، نريد في المحصلة لبنان تلولاً تتعالى بهيبة وجلال وليس عقدة سياسية، نريد أودية هادئة سحرية تتموج في جناتها رنات الأجراس وأغاني السواقي وليس مشكلة دولية تتقاذفها الليالي كما قال جبران خليل جبران. نريد الكثير والكثير، ولكن الآن وفي هذه المرحلة جل ما نريد هو ناظر كاسبار نقيبا للمحامين. عشتم، عاشت نقابة المحامين وعاش لبنان. أهلا وسهلا فيكم مجددا. أستاذ أمين تحكي كلمة، تفضل. فيديو؟ أنا مش عم سجل، أنا عم فيديو؟ ما سجل لايف لايف على لايف. أوكي، يعني أنا خليني هلأ سجل زملائي، أنا بدي كف